السلام من الله عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم. والبداية كما عودناكم بهذه الإطلالة السريعة على أهم العناوين. البداية من اليمن اليوم. البنك المركزي يحظر عددا من المحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني. وكالة خبر: ميليشيات الحوثي تحتجز 4 طائرات تتبع اليمنية في مطار صنعاء. في نيوز يمن: منفذ الطوال، إغلاق مستمر يفاقم خسائر الاقتصاد اليمني ويزيد معاناة المواطنين. في العربية: مصر لا لعسكرة معبر رفح. في القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين في سجون الاحتلال. في الغد: الحل الدبلوماسي، خيار واشنطن لتفكيك أزمة الحرب بالتقسيط على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. وأخيرا من بي بي سي: تواصل الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة، وكتيبة جنين في الضفة الغربية تقول إنها أوقعت قوة الراجلة في كمين. عن اتهام الحكومة للحوثيين باحتجاز الطائرات في صنعاء ومنع عودتها إلى مطار جدة لنقل الحجاج، طالعنا موقع الحرة. اتهامات للحوثي باحتجاز طائرات في مطار صنعاء لمنع عودة حجاج يمنيين. اتهم وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا محمد بن عيضة شبيبة، اتهم جماعة الحوثي باحتجاز طائرات في مطار صنعاء ومنعها من الإقلاع إلى جدة لإعادة حجاج يمنيين. وكتب شبيبة عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الحوثي يحتجز 4 طائرات في مطار صنعاء الدولي ويمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج بلادنا الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء. وطالب شبيبة جميع الوكالات إبقاء حجاجهم في مساكنهم والمكوث في مكة حتى عودة الطائرات، مطالبا الحجاج بالاستقرار في مساكنهم حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل جماعة الحوثيين على حد قوله. ونبقى في تضرر الناقل الوطني اليمني من الحرب الاقتصادية بين الحكومة وميليشيا الحوثي، حيث طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط. شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء. دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منعطفا آخر مع قيام الأخيرة بمنع سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتها، وذلك ردا على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن. وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيامهم بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة. ودعا هاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية كل الأطراف السياسية دون استثناء، دعاهم إلى ترك الناقل الوطني ليعمل بكل حيادية ومهنية ويؤدي دوره في نقل المواطنين من وإلى اليمن، مؤكدا أن للشركة بروتوكولا خاصا ولوائح تنظم عملها
ولا يسمح بالتدخل فيها. في مقالة الرأي نطالع مقالا لمصطفى غليس بعنوان الولاية للدستور والنظام والقانون والديمقراطية. يوم الولاية أو يوم الغدير هو يوم الخرافة. نعم، الخرافة التي يحاول الحوثيون من خلالها إعادة استعباد الشعب اليمني. الولاية للشعب والسيادة للشعب والسلطة للشعب. يوم الخرافة تكريس للعنصرية والطبقية ومدخل للفرز الاجتماعي الذي يقود في النهاية إلى العبودية. العنصرية الحوثية تصطدم بأبسط قيم الديمقراطية لأنها تدعي تميز العرق والجينات واصطفاء إلهيا من الله، ومن لا يقبل بها فقد اختلف مع الدين. هذه الجماعة العنصرية شنت حروبا عديدة لإلغاء الآخر وهدمت كل قيم التسامح والتعايش في اليمن كما هي العادة منذ سيطرتها على صنعاء. وفي محاولة منها لتكريس الإمامة في عقول اليمنيين ملأت ميليشيا الحوثي حوائط وجدران وشوارع صنعاء بلافتات وعبارات طائفية تمجد قادة السلالة العنصرية وتحث على القتال وتنشر ثقافة الكراهية بين أفراد الشعب لكي تتسيدهم. اليمنيون يعرفون نوايا الحوثي وينظرون إلى ما يسميه الحوثيون على أنه يوم الخرافة، وكل محاولات الحوثة ستبوء بالفشل. أكثر من 1400 عام مرت على خرافة غدير خم، كانت الدماء تسيل في كل عام منها بسبب هذه الكذبة التي جعل منها السولاليون حجة لقتل الأبرياء وطريقا للوصول إلى السلطة على رقابهم. الحوثيون في اليمن نموذجا. الولاية للدستور والنظام والقانون والديمقراطية التي تمنح الشعب حق اختيار حكامه وتنظم مسألة اختيارهم ومحاسبتهم. أما ولاية زعيم عصابة الحوثي والذي يفتقد لأي رصيد وطني فهي مجرد ذريعة لتنصيب نفسه على رقاب اليمنيين بقوة السلاح ومصادرة إرادتهم والصدو على قرارهم. أهلا بكم من جديد، ولمناقشة المواضيع المحلية التي استعرضناها قبل قليل وأيضا الآراء أرحب بضيفي من القاهرة الصحفي أسامة البار. مرحبا بك. مرحبا وأهلا أخي الكريم. يا مرحبا بك. أهلا وسهلا. البداية ستكون من موقع الحرة واتهام وزير الأوقاف والإرشاد للحوثيين باحتجاز 4 طائرات ومنعها من العودة إلى مطار جدة لنقل الحجاج اليمنيين، ماذا يعكس ذلك؟ نعم أخي الكريم، في بداية الأمر كلنا على يقين بأن جماعة الحوثي جماعة انقلابية، جماعة وصلت للسلطة عبر اغتصاب السلطة والانقلاب على الشرعية. لذلك هذه الجماعة يعني لا يوجد لديها أي مجال للسلام. فما حدث اليوم أو ما حدث في البارحة من اختطاف 4 طائرات في مطار صنعاء له دلالات كبيرة، وهو التصعيد الذي تتخذه هذه الجماعة أمام أي مبادرة تسعى للسلام، كما حدث سابقا في مبادرة فتح الطرقات وما حدث بعد يعني خلالها من اختطاف للأمميين. فجماعة الحوثي في مجرد أن تشعر أن هناك أي مبادرة للسلام تتخذ دائما أسلوب الميليشيات أو العصابات التي هي تتفنن يعني فيها. ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن، كجماعة كجماعة الحوثي مصنفة عالميا كجماعة إرهابية انقلابية، كيف يتم إرسال الطائرات إلى مطار صنعاء دون الضمانات اللازمة لعودتها؟ كيف يتم تسهيل الإجراءات لهم لبقائهم ولفرض سيطرتهم أقوى وأقوى على أرض الواقع؟ هذا التساؤلات الذي يجب أن نطرحها نحن على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن الدولي إن كانوا هذه الجماعة بهذا من خلال الشكل. التساؤلات، ألا ترى أن الحكومة الشرعية والطيران اليمنية يتحمل جزءا من المسؤولية؟ لأنه بعد القرارات الأخيرة أرسل هذا الكم الكبير من الطائرات إلى مطار صنعاء. بالضبط بالضبط، وهذا برضو أخي هو يعتبر أيضا أحد ردود الأفعال من جماعة الحوثي على قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. فالآن جماعة الحوثي تتخبط
يعني بشكل كبير جدا، تتخذ قرارات لن أقول أنها حمقاء، لأن هذه قراراتهم من البداية. هم دائما يتخذون القرارات الخاطئة لأنهم لا يسعون أبدا لبناء دولة. جماعة الحقوق، هذه الجماعة تكن حقد دفين جدا على الشعب اليمني، لا تقبل بأي شراكة ولا تقبل بأي ناهيك عن الشراكة في السلطة. هي لا تقبل أن تعطي يعني المواطنة للشعب اليمني الحرية، حرية الرأي والتعبير. بالنسبة لهم الشعب اليمني هم مجرد عبيد لا أقل ولا أكثر، ينفذون أوامر من هم ينتمون لهذه السلالة العنصرية. لذلك جماعة الحوثي اليوم اتخذت هذا التصعيد الخطير، والذي يعتبر خطير جدا، ويجب أن يكون يعني يوجد وقفة جادة أمام هذا التصعيد بشكل سافر جدا، ضاربة بكل الطرق التي تؤدي للسلام عبر الحائط. نعم سيد أسامة، يعني أنا استوقفني تصريح لهاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية، ودعوته إلى كل الأطراف السياسية دون استثناء بترك الخطوط الجوية الناقل الوحيد لليمنيين، تركه يعمل بحيادية ومهنية ويؤدي دوره في نقل اليمنيين إلى الخارج ومن اليمن إلى الخارج والعكس. هكذا تصريح هل يحمل كل الأطراف دون استثناء مسؤولية ما آلت إليه الأمور والتي يضعها البعض في خانة الحرب الاقتصادية؟ صحيح أخي الكريم، في تصريحه الكثير من الحقيقة الذي يجب أن نقف أمامها. كون الشعب اليمني خلال 10 سنوات يعاني الأمرين، ناهيك عن رحلات العلاج التي أصبحت مكلفة جدا وخيالية حتى في مناطق سيطرة الشرعية للأسف. نتمنى فعلا أن لا يعني بالنسبة للخطوط الجوية اليمنية وهي الناقل الرسمي للجمهورية اليمنية، أن لا تكون وسيلة من الوسائل الذي يعني بيضغطوا عليها على جماعة الحوثي، ولكن الذي يدفع ثمنها بالتحديد هو الشعب أو المواطن اليمني الذي أصبح مجرد رحلة علاج أو حتى هروب أو نزوح من جماعة الحوثي أصبحت حلم بعيد المدى بالنسبة لهذا الشعب. نعم سيد أسامة، يعني من خلال الهدنة الأممية حصلت ميليشيا الحوثي على امتيازات، وكانت هذه الامتيازات إنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء للسفر إلى وجهات كالأردن، وأيضا في موسم الحج السفر مباشرة من مطار صنعاء إلى مطار جدة في المملكة العربية السعودية. هذا الابتزاز الحوثي الأخير هل ربما يؤدي إلى نصف مثل هكذا إنجازات تحققت للتخفيف من معاناة المواطنين؟ أكيد أخي الكريم أكيد، وهذه ليست المرة الأولى الذي يستفز بها الحوثي أي مبادرة تخرج من دول الجوار أو من التحالف أو من المجتمع الدولي. بالأمس القريب لاحظنا بأن معظم قيادات الحوثي الذي ذهبوا لأداء فريضة الحج، ولاحظنا أيضا الفيديوهات الذي نشروها من صحن الحرم وهم يرددون شعاراتهم الطائفية الخاصة بالولاية، فهم يتحدوا بشكل صارخ جدا، يستفزوا الطرف الآخر بشكل كبير جدا، وهم يعلمون بأن العواقب التي ستؤول إليه بعد هذه التصرفات الاستفزازية هي ستكون عواقب على الشعب كامل وليس عليهم هم كجماعة. فهم تقريبا أنا أتوقع أنه لهم مطلق الحرية بالمغادرة والعودة، ولكن من يعاني فعلا هو الشعب اليمني. نعم كنت قد أشرت إلى ترديد ميليشيا الحوثي في أقدس بقاع الأرض لقسم الولاية، وبالأمس احتفلت بما يسمى عيد الغدير أو يوم الولاية. كيف تابعت هذا الاحتفال الباذخ وأيضا المفرقعات النارية التي يعني مصادر تتحدث بأنها قد خصصت لأجلها 100 مليون ريال في الوقت الذي لم تصرف مرتبات الموظفين منذ نحو 8 سنوات، وأيضا يعيش اليمنيون حالة فقر مدقع؟ بالضبط أخي، هذا إذا ما دل فهو يدل على بأن هذه الجماعة
تزرع عنصريتها المقيتة بشكل كبير جدا وشكل واضح وبشكل مبالغ به. طبعا لا أريد أن أحرف أو يؤول كلامي بشكل خاطئ جدا. نحن نعلم جميعا بأن كل ما أنزل بقرآننا الكريم هو حق وقول حق، ولكن أجزم أو بشكل مجازي أن ممكن أن في يوم من الأيام أن ترضى عنك اليهود أو النصارى حتى وإن كان لأجل مصالح شخصية ورضا ظاهري، ولكن جماعة الحوثي لن ترضى على الشعب اليمني حتى قيام الساعة. جماعة لديها حقد دفين منذ 1400 سنة، جماعة تتخذ كل الأساليب لقمع هذا الشعب، تتخذ كل الأساليب لإدلاله ولإثبات بأنهم شعب لا يمتلك أي أحقية في أي شيء، هم مجرد عبيد. فلذلك نرى البذخ الذي حصل في أعيادهم في العيد هذا وعلى مدى 10 سنوات طبعا في الوقت ذاته، الذي مثل ما أشرت أخي الكريم بأنه لا يستطيعون صرف، وليس لا يستطيعون صرف، لا يسمح لك بأن تطالب براتبك. مجرد السماح، إذا طالبت براتبك فستتعرض لعقوبات كبيرة جدا من قبل هذه الجماعة. نعم، الصحفي أسامة البار كنت ضيفي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخي الكريم. وبالانتقال إلى الشأن الدولي، البداية مع مقال لمأمون فندي بعنوان إعادة إعمار العقول والقلوب. تقديرات إعادة إعمار غزة بعد هذه الحرب تتجاوز 40 مليار دولار، وبما أن هذه الحرب لن تكون الأخيرة وستأتي بعدها حروب أخرى ودمار من نوع آخر يحتاج إلى إعمار، فلا بد من تفكير مختلف، وذلك لأن خراب غزة يحدث تقريبا كل 10 سنوات أو أقل لكي ندخل في مشروع آخر لإعادة الإعمار. ومن هنا تأتي أطروحة هذا المقال التي تقول بأن إعمار العقول والقلوب يجب أن يأتي أولا. إعادة إعمار العقول والقلوب في الشرق الأوسط تتطلب إعادة تركيب المنظومة القيمية الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وبكلام أكثر جدية، إن العقول والقلوب التي تحتاج إلى إعادة إعمار هي قلوب وعقول الإسرائيليين أولا. فقد طرح العرب أكثر من مبادرة سلام منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، كانت آخرها مبادرة السلام العربية، ولم تطرح إسرائيل مبادرة سلام واحدة. فكيف ننقل المجتمع الإسرائيلي من مجتمع متلق لمبادرات السلام، سواء في حالة مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات أو مبادرة الملك حسين بن طلال، اللتين أدتا إلى اتفاقي سلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن، وكذلك مبادرة المقاومة الأخيرة التي تحاول وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. كيف نحول هذا المجتمع من متلق للمبادرات العربية إلى مجتمع مبادر للسلام؟ هذا يحتاج إلى إعادة إعمار العقل الإسرائيلي، ومعها أيضا إعادة إعمار العقل الغربي من حيث رؤيته لطبيعة المشكلة وطبيعة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل. منطقتنا ومجتمعاتنا تحتاج إلى إعمار العقول والقلوب، تحتاج إلى اعتداد بالنفس العربية وقيمتها وقيمة الحياة فيها. فالقبول بأن حياتنا أقل هو أمر استنبطناه من مناهج مدارسنا ومن إعلامنا ومن عدم قدرتنا على بناء عقل نقدي ندا للذهنية الغربية التي ترى أن أرواحنا أقل وحياتنا أقل. بداية أي حديث دبلوماسي مع إسرائيل وحلفائها اليوم لابد من أن يبدأ من نقطة أن الجلاد مريض وأن الضحية هي التي تحتاج إلى الاعتذار والتعويض. إعادة إعمار العقول والقلوب على ضفتي الصراع هي بداية الحل. وعن التوقعات بصدور مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاع، طالعنا موقع الغد. إعلام إسرائيلي صدور مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وجالانت قريبا. نقلت القناة 12 العبرية مساء أمس عن خبراء إسرائيليين تقديرات تشير أن قضاة المحكمة الجنائية في لاهاي سيستجيبون لطلب المدعي العام كريم خان
وسيصدرون مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يواف جالانت في الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة معنا الإخبارية الفلسطينية عن القناة 12 قولها إن أوامر الاعتقال ستصدر ضد نتنياهو وجالانت بالفعل في الأسابيع المقبلة، ويعتقد البعض أنه حتى في غضون الأسبوعين المقبلين. جدير بالذكر أن هناك 123 دولة موقعة على اتفاقية روما التي تحدد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ومن المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر وأن تعتقل من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. ويخاطر رئيس الوزراء نتنياهو بأنه إذا هبطت طائرته حتى لو اضطراريا في دولة موقعة على اتفاقية روما فسيتم اعتقاله. وعن المحاولات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بين جيش الاحتلال وحزب الله طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط. أمريكا وإسرائيل تبحثان ترتيبات مع حزب الله. تسعى المحادثات الدبلوماسية لمنع تمدد الصراع بالتزامن مع تصاعد وتيرة التهديدات بين إسرائيل وحزب الله. ويأتي هذا في حين تناقش إسرائيل مع مسؤولين أمريكيين تناقش احتمال التوصل إلى ترتيبات مع حزب الله لم تستبعد فيه الحل الدبلوماسي بموازاة استعدادات عسكرية تشمل سلاح الجو لأي هجوم على لبنان. وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الثلاثاء خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي يواف جالانت، حذر من أن نزاعا جديدا بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يشعل حربا إقليمية داعيا إلى حل دبلوماسي. وقال أوستن يمكن بسهولة أن تتحول حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب إقليمية مع عواقب وخيمة على الشرق الأوسط، مضيفا أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمنع مزيد من التصعيد. وفي بيروت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الوضع على الخط الأزرق دقيق والمخاطر قائمة، من هنا ينبغي التعاون بين كل الأطراف لخفض التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بما ينعكس على وقف لإطلاق النار في الجنوب اللبناني. لمناقشة هذه المواضيع المتعلقة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير الدفاع وأيضا التصعيد المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله في لبنان، أرحب بضيفي عبر سكايب الباحث في الشؤون الدولية مصطفى النعيمي. مرحبا بك سيد مصطفى. تحياتي لكم أستاذي والسادة المشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية العربية بألف خير. كل عام وأنت بخير. سيد مصطفى، البداية من ما نقلته وسائل إعلام عبرية من أنه خلال الأسابيع المقبلة وربما في غضون الأسبوعين المقبلين قد يستجيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى طلب المدعي العام بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، هل هكذا خبر يؤرق بال حكومة الاحتلال؟ ربما في المسار القانوني كما تفضلت من خلال التقرير وحديثك يؤكد ذلك أن هذه المذكرات يجب أن تكون أو تعزز بأدوات يعني تحقق هذه الرغبات. نحن نتحدث عن محكمة الجنايات الدولية وما تمتلكه من أدوات تنفيذية، حتى هذه اللحظة لم تثبت تلك المحكمة عمليا في تجريد أي من مجرمي الحرب، وهنا أتحدث عن مجرمي الحرب. على سبيل المثال للحصر، ما قام به رئيس وزراء بريطانيا عندما قام بتضليل المنظومة الدولية حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق، لكن ما حصل حقيقة الأمر وما بعد الاجتياح حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها لم تثبت أن هنالك أسلحة. لكن ما هو الإجراء القادم؟
هنالك قرابة مليون عراقي قد يعني فقدوا حياتهم بسبب تلك الجريمة النكراء التي تم بموجبها احتلال العراق. وبالتالي أمام هذا المنعطف أعتقد بأن هنالك مزيد من المسارات القانونية يجب اتخاذها، وهنا أتحدث عن عملية تجريد هذه الشخصيات، وهنا أتحدث عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كذلك أيضا وزير دفاعه جالانت، وكثير من القادة الميدانيين الذين كان لهم دور يعني هام وحاسم في الكثير من المعارك، لا سيما في استخدام بعض الأسلحة، وهنا أتحدث عن الأسلحة المحرمة دوليا والتي تم استخدامها في استهداف المستشفيات، وهنالك يعني هنالك الكثير من القرائن، هنا أتحدث عن شهادات، كذلك أيضا بعض الصور المرئية التي كان يتم بثها مباشرة من أماكن الاستهداف وآلية الاستهداف وطبيعة تلك المتفجرات التي استخدمت ضد المنظمات الخدمية وكذلك أيضا الطبية، وصولا إلى التجريف من الكثير من المباني السكنية وقتل الكثير من الأطفال، إضافة لارتفاع عدد أو منسوب يعني من قتل في هذه الحرب يعني المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما وأنها باتت انتقام ولم تعد هنالك عمليا رد مباشر على ما قامت به فصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر. وبالتالي هنالك الكثير من يعني ربما قد تحتاجه تلك المنظمات الحقوقية وكذلك أيضا محكمة الجنايات الدولية وصولا إلى أعلى سدة هرم السلطة. لكن عمليا هل هنالك مخارج لهذه هؤلاء القادة عندما يتم تحركاتهم خارج نطاق ما يطلقون عليه خارطة إسرائيل؟ أعتقد بأنه ربما الغالبية العظمى من تلك التحركات، وكان آخرها زيارتهم لواشنطن، هنا أتحدث عن وزير الدفاع الإسرائيلي، فعمليا عندما يتم زيارته إلى واشنطن لن يكون هو ضمن الإطار العادي، وإنما سيكون هو بموجب تنسيق دولي، فعمليا لا يمكن وصول يعني أن تقوم الولايات المتحدة أن تقوم باعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي. لكن بنفس التوقيت هنالك بعض الدول ربما قد تعطل أو تحاول عرقلة وصوله، ولكن في ظل تلك الأجواء الحالية التي نتحدث عنها وفي ظل تلك يعني القوانين التي سيتم سنها، أعتقد بأن هنالك خطط بديلة لهؤلاء الذين سيقومون بإدارة هذه الملفات، لا سيما وأن هنالك الكثير من القياديين سيتم أيضا جلبهم إلى محكمة الجنايات الدولية من خلال تلك المذكرات. لكن ما يعطل تلك يعني الإجراءات هو افتقار تلك المؤسسات لأدوات تنفيذية، وعمليا الأدوات التنفيذية حتى اللحظة لم نشهد بأنها حاكمت شخصيات قامت بقتل يعني المدنيين أو السلميين بشكل عام، وإنما ما زالوا هم خارج نطاق المساءلة، وبالتالي ربما قد يتيح لهم ممارسة مزيد من الانتهاكات سواء كان في داخل فلسطين أو حتى في دول الجوار. نعم، أشرت إلى الانتهاكات، ومنظمة دولية كانت قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن 500,000 مواطن في غزة، 5 الغزيين يعيشون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، تلامس المجاعة. هل هذا يعد مظهرا من مظاهر حرب الإبادة؟ حتما، بما أنه استخدم سلاح التجويع كسلاح من أجل محاربة الشعب الفلسطيني بحد ذاته هي جريمة حرب وجريمة منظمة، لا سيما وأن هنالك الكثير فقدوا أرواحهم، لا سيما عندما نتحدث عن المناطق التي كان يتم تخصيصها أو يعني ترسيمها من خلال مربعات أمنية ومربعات للاستهداف وغيرها، فكان هنالك الكثير من المدنيين عندما يتم نزوحهم من نقطة إلى أخرى يتم استهدافهم أمام مرأة ومسمع من العالم، وهنالك بعض المنظمات الأممية، وهنا على سبيل المثال أتحدث عن منظمة الأونروا التي كان يتم قصفها أيضا، هنالك الكثير من الموظفين الذين يعملون ضمن نطاق هذه المنظمة الأممية قد فقدوا أرواحهم وأرواح عوائلهم، إضافة إلى أن هذه المنظمات كان من المفترض أن لا تكون أهدافا حية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، بينما كانت هي هدفا رئيسيا بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لا سيما مع وجود اكتظاظ سكاني كبير، وخاصة نتحدث عن عملية تجريف المباني وعدم وجود مأوى حقيقي لهؤلاء المتواجدين أو هؤلاء الذين تم نزوحهم قسريا إثر العمليات العسكرية. وبنفس التوقيت هنالك مجموعة من المعطيات الأخرى التي نتحدث عنها، وهي تعاطي المنظومة الدولية مع ما يجري في غزة، وهنالك الكثير من المؤشرات تدلل على أنه ربما قد يتم الإفساح المجال أيضا للكثير من البرامج، وهنا نتحدث عن البرامج العسكرية التي ستمول الجيش الإسرائيلي في عملياته المقبلة، لا سيما نتحدث عن جنوب لبنان والتصعيد الدائر في جنوب سوريا ولبنان في آن معا. فبالتالي هنالك جرائم مركبة بدأ بها الجيش الإسرائيلي، وعدم وجود جهاز رادع لهذه الانتهاكات أعتقد هي أحد أهم الأسباب التي ربما قد يستثمرها الجانب الإسرائيلي عمليا في رفع مستوى التصعيد، وبنفس التوقيت الضغط على المنظومة الدولية من أجل تحقيق أعلى المكتسبات
من خلال فتح مسارات جانبية لا قيمة لها. هنا نتحدث على بعض المسارات التي يتم من خلالها عمليا، يعني هناك الكثير من الوسائل التي تستطيع المنظومة العربية بين هلالين والإسلامية أن تضغط على الجانب الإسرائيلي، لا سيما بموضوع الاتفاقيات والمعابر. معبر رفح على سبيل المثال كان هنالك اتفاقية بموجب تلك الاتفاقية أن يتم فتحه بموجب التفاهم مع الجانب الإسرائيلي، وفي ظل وجود هذه الكارثة الحقيقية يجب إعادة النظر في تلك الاتفاقية، ويجب الضغط على المنظومة الدولية من خلال ما تمتلكه القوة العربية من يعني قدرة على الضغط، وكذلك أيضا بعض الحقوقيين وبعض الدول المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما وأن سمعنا مؤخرا هنالك الكثير من القضاة والمحامين وهنالك الكثير من المؤسسات القضائية التي تحاول من خلال الصور التي تمتلكها وبعض الوثائق التي تمتلكها محاكمة حتى مسؤولين، وإن كانت هي يعني لم يكتب لها النجاح، لكن عمليا وجود هذه القرائن التي تم ضبطها أعتقد بأنها ستساهم بشكل أو بآخر عمليا في الحد من ممارسة مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. نعم سيد مصطفى، بالانتقال إلى موضوع آخر، وما يتحدث مراقبون بأنه ربما يشكل نذور حرب بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، كان هناك جهود دبلوماسية من خلال المبعوث الأمريكي هوكستن، والآن زيارة أخيرة لوزيرة الخارجية الألمانية إلى بيروت، هل تفلح هذه الجهود الدبلوماسية في احتواء الصراع المتصاعد، أم أن لغة البارود هي التي ستكون السائدة خلال الأيام المقبلة؟ نعم، بخصوص هذه الإجابة أعتقد بأن هنالك مساران، أو دعني أسميهم سيناريوهين محتملين، سيناريو التصعيد وسيناريو عدم التصعيد. نبدأ بسيناريو عدم التصعيد. هنالك الكثير من المسارات السياسية من الممكن استخدامها واستثمارها، لكن عمليا يقابل ذلك أيضا هنالك ضغط من قبل إيران لعدم يعني للبقاء في عملية الاستنزاف للجانب الإسرائيلي، فبالتالي يعني عوامل بقاء هذا العامل الحسم العسكري ما زالت يعني هي مرجحة. وبالعودة إلى سيناريو التصعيد، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها هنالك تحليق لسرب 122 نحشون أورون، نحشون شافيت على كامل الجغرافيا اللبنانية، إضافة لأطراف المنطقة الجنوبية من سوريا، وسبق وأن كان هنالك استهدافات من خلال المقاتلات، وهنا أتحدث عن مقاتلات من الجيل الخامس F-35 والتي اغتالت الكثير من القادة العسكريين لا سيما في سوريا وفي لبنان، إضافة إلى مرحلة الاغتيالات التي لم تنقطع حتى هذه الساعة. هنالك بعض المعلومات تشير إلى مقتل أكثر من 500 من قيادي حزب الله، وأمام هذا الاستنزاف أعتقد بأن حزب الله أيضا لم يعد لديه رفاهية في الخيارات، وإنما الآن هو يقوم بعملية دفاعية وليست هجومية كما سبق، وعمليا من خلال بعض المشاغلات التي يجريها عبر المسيرات أو عبر بعض الصواريخ التي يطلقها على الجليل الأعلى، التي أعتقد بأنها لا قيمة استراتيجية لها، وإنما هي رسائل ردع سياسية عبر الأدوات العسكرية. لكن بنفس التوقيت أيضا الجانب الإسرائيلي وصل إلى أطراف مدينة القصير من خلال تحريق طائراته، أيضا هنالك الكثير من الغارات التي باتت تستهدف العاصمة اللبنانية بيروت، وهنالك تهديدات أيضا بإغلاق المجال الجوي من قبل إسرائيل لمطار بيروت الدولي نتيجة لوجود بعض شحنات الأسلحة، وأيضا هناك تحقيقات بخصوص موضوع شحنات الأسلحة. فعمليا حزب الله يصعد، وكذلك أيضا الجانب الإسرائيلي يستثمر وجود الولايات المتحدة سواء كان من خلال البحر الأبيض المتوسط أو حتى من خلال البحر الأحمر لاستخدام واستثمار الموقف الأمريكي للدفاع عن الجانب الإسرائيلي في حال نشوب أي حرب مستقبلا. نعم، الباحث في الشؤون الدولية مصطفى النعيمي، كنت ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، في أمان الله.